أنا السبب. أنا كان مفروض بعد الهبدة اللي اتهبدتها دي أروح على أي مستشفى، لكن أعمل إيه بقى؟ ابن أختي حمزة قلبه طيب قوي. يا حمزة فكرتني، سنة 1984 كنت ممتلك قلب طيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير لما بيوعد. طب اسمعي له الأغنية كلها. أهو قلبه الطيب ده هو اللي خلاه يقعد جنبي وخلاني أحبه، خال وابن أخته بقى.